سوف تكون على النحو التالي: سوف نبدأ بعرض من بيدرو، ومن ثم وهذا سيكون متبوعاً بمداخلة من خالد عبد الشافي، ومن ثم سوف نفتح الباب للأسئلة، للرد على أسئلة الجمهور، وقبل الختام سنكون مع مداخلة من مدير مشروع المعرفة هاني تركي. ونبقى الآن مع مداخلة مدتها 15 دقيقة يقدمها بيدرو كونسيساو عن تأثير جائحة كورونا على التنمية البشرية، فليتفضل مشكورا. Thank you, Stephanie. Khaled, it's nice to be with you. شكرا Stephanie. أنا مسرور لأن أكون معك خالد وهاني، شكرا على هذه الفرصة لأن أتشارك معكم بنتائج الدراسة التي أطلقناها منذ 3 أسابيع بشأن وقع كوفيد 19 على التنمية البشرية، وسنرى ماذا تقترح آفاق التنمية البشرية فيما يخص الاستجابة لهذه الجائحة. حضرت عرضا للشرح بشكل أفضل، سأحاول أن أشارككم شاشتي. I hope you can see the screen. أظن أنكم ترون الشاشة. نعم. Okay, great. So the publication. إذن إن المنشور الذي ترونه. إذن تقييم الأزمة وتوقع عملية التعافي بشأن كوفيد 19 والتنمية البشرية. إذن سأرتكز على هذا المنشور لأتحدث عن وقع الجائحة على التنمية البشرية. أود أن أشدد أولا أن هذه الأزمة تؤثر على أبعاد عدة للتنمية البشرية في الآن عينه. هناك تأثير على النشاط الاقتصادي طبعا، ولكن هناك أيضا تأثيرات على أبعاد أخرى، مثلا الصحة، الدخل، التعليم، العمل والأبعاد الأخرى. إذا فيما يخص الصحة، أنتم رأيتم وسمعتم الأخبار طبعا، إذا قد سجلت البرازيل تسجل أرقاما عالية من الإصابات، وقد توفي أكثر من 200,000 شخص في العالم، وأن هذه الأرقام لا تزال تتزايد وتزداد أيضا عدد وفيات الأطفال. إذن الجائحة تؤثر أيضا على الأنشطة الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتراجع النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق منذ الاكتئاب الكبير. إذن الجائحة تؤثر أيضا على التربية، وسيكون كل 9 أطفال من 10 أطفال سيكون خارج المدرسة، وذلك بسبب التباعد الاجتماعي. إذا الأبعاد الثلاثة التي تؤخذ بعين الاعتبار في مؤشر التنمية البشرية: الصحة والدخل والتعليم والعمل. إذا كل هذه العوامل تتأثر عندما نتحدث عن العمل. منظمة العمل الدولية تقول أن 2 مليون عامل دوام كامل شعروا بتأثير هذه الأزمة مع تقليص دوامات العمل، وتزداد أيضا نسب العنف ضد المرأة للأسف.
إذن هذه معلومات هذه معلومات مجمعة عن الصحة والدخل والتعليم. وإن النماذج المحاكاة تشير إلى صدمة أكبر في تقدمها التنمية البشرية منذ البدء بنشر مؤشر التنمية البشرية، ونحن نشهد الآن على تراجع للتنمية البشرية. يمكنكم أن تقارنوا هذه الأرقام، أرقام العام 2020 مع أرقام ترونها الخاصة بالأزمة المالية العالمية بين 2008 و 2009. عندما قارنت هذه الأرقام نرى أن في عام 2009 كانت الأرقام تزال إيجابية، ولكن الآن هذه لمحة على تأثير الجائحة على عوامل التنمية. سبب ذلك مزدوج. أولا أن الأبعاد الثلاثة التي الدخل والصحة والتعليم تتأثر بشكل هذه الجائحة، وأن الدخل تتأثر بشكل كبير. ولكن الإنجازات في ميدان الصحة والتعليم تقيد أيضا. ثم هناك عدم يقين وتشكيك في كل البلدان. الأزمة المالية العالمية تم تأثير على مناطق عدة، وتم فقم الدين في بلاد عدة، ولكن جائحة كوفيد تؤثر على كل العالم وعلى العالم بأسره، وليس فقط على عوامل التنمية الثلاثة فقط. إذن سننظر إلى التوجه في مشار التنمية البشرية، ونرى أننا نشهد الآن على تراجع يعيد مؤشر التنمية البشرية 6 أعوام إلى الوراء. إذن أود أنه في السيناريو حيث سنردم الهوة بوصول إلى الانترنت سينخفض التراجع في التنمية البشرية. إذن أتحدث عن الهوة في الوصول إلى الانترنت في البلدان. إذن كل البلدان يجب أن تعمل على دعم مؤشر الوصول إلى الإنترنت فيها. أتحدث عن ذلك فيما بعد. إذن هذا يشير إلى الوقع على التنمية البشرية، ولكن يجب علينا أن نتبع من أكبر هذه المعلومات. سأنتقل الآن إلى الرسائل التي تقترحها التنمية البشرية. في تقرير التنمية البشرية الذي نشرناه في 2019 عرضنا الفروقات بين الإنجازات الأساسية، مثلا في رعاية الأطفال أو التعليم الأساسي أو الوصول إلى التكنولوجيا الأساسية، وعرضنا أيضا الإنجازات المعززة، وهنا نحن نتحدث عن جودة التعليم، عن الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة أو ذات الجودة، ووصول إلى الإنترنت بشكل مثالي، الإنترنت ذات النطاق الواسع. رأينا أن أوجه عدم المستويات كانت كبيرة، وكان هناك تباينات عدة أيضا. إذا هذه الإنجازات الأساسية لم تكن موحدة. نحن نقترح أنه عندما تتعلق كما تعلق العمل بالإجابة الجائحة سنشهد على تقليص هذه الفجوات وعلى تحقيق المساواة. وهذا أمر أو طريقة
مهمة لمساعدة البلدان على مواجهة الصدمة الحالية، ولكن ستجعل هذه البلدان أكثر قدرة على الصمود في المستقبل. سأشرح ذلك. يجب أن نركز على الإنصاف وعلى المساواة على سبيل المثال. يمكننا أن نتحدث عن التعليم الأساسي، وكمثال عن الإمكانات المعززة يمكننا أن نتحدث عن الوصول إلى الإنترنت في النطاق الواسع. يمكنكم أن تروا الآن أن هناك زيادة في الوصول إلى اشتراكات الإنترنت في النطاق الواسع بشكل متسارع في بلدان تسجل أرقاما عالية في مؤشر التنمية البشرية. هذا ما يمكنكم أن تروه على هذه الشاشة. وقد تغير الأمر في السنوات العشر الماضية. إذن هذا مثال عن أوجه عدم المساواة في الوصول إلى هذه الإمكانات المعززة وكيف تتزايد. إذن ما أهمية ذلك في حديثنا اليوم؟ سنعود إلى التربية والتعليم. كما تحدثت سابقا، هناك 9 من كل 10 أطفال خارج المدرسة اليوم، ولكن هذا لا يعني أن الأطفال في العالم لن يستطيعون الاستمرار في عملية تعلمهم، ولكن هناك أمر جوهري وهو الوصول إلى الإنترنت، لأن الوصول إلى الإنترنت متفاوت النسبة أيضا في أو بين البلاد. إذا حاولنا أن نقارن نسبة التسجيل أو معدلات التسجل في المدارس، وهي الأرقام المبينة في المستطيلات الزرقاء في البلدان التي تسجل مستويات منخفضة متوسطة عالية وعالية جدا على مؤشر التنمية البشرية. إذن هذه مقارنة في نسبة الوصول أو إمكانية الإنترنت. إذا ما نظرنا إلى الرسم، إن نسبة الأولاد خارج المدرسة هي 26.5% في البلاد ذات الأرقام المنخفضة على مؤشر التنمية البشرية. ولكن إذا لم يتمكن الأطفال من الوصول إلى الإنترنت، هم يحرمون من التعلم. إذا يمكن أن نرى أن هذه النسبة أو الأرقام المبينة بالمستطيلات الزهرية اللون، إذا هذا يعكس التزايد في الأسهم. وفي البلاد التي تسجل أرقام عالية على مؤشر التنمية البشرية، يمكننا أن نرى أن الأرقام التي المستطيلات الزهرية مرتفعة أيضا. ثم إذا هنا نرى المعدل الفعلي للتلاميذ خارج المدرسة في التعلم الأساسي. إذا ما قارنا بين هذه السنة وسنة 1985 تقريبا، يمكننا أن الأرقام تدل على تراجع. هناك مستويات للإنجازات عالية، ولكن هذا لا يمنع من خروج أو من بقاء خارج المدرسة. تحدثنا عن مقاربة منصفة. هذا ليس نوعنا من المحافظة. هناك تباينات، وإن
عندنا ردم اللي هو في الوصول اللي اكتسبت مثل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يكلفه 1% تقريبا من البرامج او من قيمة البرامج المالية الطارئة. اذا ما هي طريقة التعافي؟ ننتقل الان الى التعافي اذا ما نظرنا الى الأزمة. إننا نرى أن استجابات الحكومات والشعوب حول العالم كانت ملحوظة. إن عدد الشعوب في البلدان التي طبقت تدابير التباعد الاجتماعي هي في التريليارات. بعض الحكومات فرضت التدابير، ولكن هذا وكان الأمر يتعلق بامتثال شعوب إلى هذه التدابير. على جهة اليمين يمكنكم أن تروا أن عددا كبيرا لا بل هائلا في العالم أو من أخرى في العالم التزموا بهذه التدابير. إذا كان هناك جهودا عالمية كبيرة من أجل التصدي لهذه التحديات. إذا نظرنا إلى هذه الاستجابات العالمية التي يشهد لها على مستوى المجتمع الدولي، نحن أو لدينا أمل أن نستغنم هذه الفرصة لمعالجة التحديات اليومية أو تحديات اليوم، ولكن مواجهة التحديات المستقبلية، وهذا سيتطلب تضافر الجهود بدرجة توازي درجة التعاون الذي نشهد عليه اليوم. إذا شكرا جزيلا، سأخبركم أين يمكن أن تحصلوا أو تلقوا النظرة على هذه أو على هذا المنشور. نجد المزيد من المعلومات على www.hdr.undp.org موقعنا، وأنا سأنتظر أسئلتكم. شكرا. شكرا بيدرو على هذا العرض المليء بالأمل، على أمل نستفيد من كل هذه الفرص التي تفضلت بذكرها. ونبقى الآن مع مداخلة خالد عبد الشافي الذي سوف يحدثنا عن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على المنطقة العربية، كما وأنه سوف يحدثنا عن كيفية مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتصدي للأزمة. فليتفضل مشكورا. شكرا ستيفاني، ومساء الخير للجميع في المنطقة العربية، وصباح الخير لزميلي بيدرو في نيويورك. أود بداية أن أشكر برنامج مشروع المعرفة العالمي على إتاحة الفرصة لي للتحدث إلى مجموعة من الشباب العربي، الشباب والشابات العرب، في موضوع في غاية الأهمية بوجهة نظري، لأنه يمس بمستقبل هذه المنطقة ومستقبل الشباب، وبالتالي هذا موضوع مهم كما قلت. أود أن أبدأ بالقول إنه الأزمة الراهنة، أزمة COVID-19، هي ليست بجديدة. يعني نحن موجودون في أزمة منذ سنوات في العالم العربي، وهذه وجهة نظري إنه نحن في أزمة، وأزمة عميقة على مدى السنوات الماضية، ولم نتعافى من آثارها بعد، وجاءت أزمة COVID-19 لتزيد الطين بلة كما نقول بالمثل العامي،
لنواجه الآن أزمة مركبة أو أزمة داخل أزمة. ما هي ميزات الأزمة التي كانت؟ إذا كنا نريد أن نفهم الوضع الذي نحن فيه الآن، لابد أن نرجع إلى الأزمة التي قبل جائحة كورونا في السنوات الأخيرة. أريد أن أعطيكم بعض الأرقام والمؤشرات التي تدل على وجود هذه الأزمة. أولاً، كما تعرفون أن العديد من دولنا العربية تعيش نزاعات مسلحة منذ عدة سنوات. 160 مليون مواطن عربي يعيشون في دول فيها نزاعات. 55 مليون مواطن عربي يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من أجل مواصلة، من أجل القدرة على البقاء على قيد الحياة. 160 مليون هؤلاء ثلث سكان المنطقة العربية. 55 مليون هم حوالي 12% من سكان المنطقة العربية. المنطقة العربية فيها 26 مليون لاجئ ونازح، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد اللاجئين والنازحين في العالم، في العالم أجمع. بالإضافة إلى كل الأمور المتعلقة بالقتل والدمار وتدمير البنية التحتية وتدمير النظم الصحية والتعليمية إلى آخره من ويلات هذه الأزمات المسلحة. فلنأخذ مثل اليمن فقط، التي هي دولة من دولنا العربية. 80% من سكان اليمن، أي ما يعادل 24 مليون شخص، يعتمدون على المساعدات الإنسانية اليومية، وهم تحت خط الفقر. حسب دراسة قامت بها UNDP، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً، أنه 5 سنوات من الحرب في اليمن أدت إلى تراجع اليمن في 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 التنمية إلى 20 سنة إلى الوراء. وإذا استمرت الحرب سيكون التراجع ما يعادل 60 سنة إلى الوراء. 60 سنة إلى الوراء. إذا نظرنا إلى جائحة كورونا بالنسبة لليمن، 50% من المؤسسات الصحية والنظم الصحية في اليمن جرى تدميرها خلال السنوات الخمس الماضية. تدمير كبنى تحتية، ولكن أيضاً 50% من العاملين الأطباء والعاملين في القطاع الصحي أيضاً هاجروا إلى خارج اليمن. فانظروا إلى مدى تأثير النزاع المسلح على الأزمة التي نعيشها الآن. بالطبع في اليمن، إذا نظرنا إلى، وأنا يعني أقول مثل اليمن وهذا ينطبق على العديد من الدول العربية التي تعيش أزمات مسلحة، أعداد المصابين بالجائحة بسبب كورونا هو 400 فقط، الأعداد الرسمية، لكن تقديراتنا بأن الأعداد أكبر من ذلك بكثير وكثير، نتيجة لنقص الاختبارات ولنقص المعلومات في هذا المجال. أود أن أعطيكم مثل واحد، أنه عدد الموتى الذين يتوفون في عدن فقط 4 أضعاف العدد العادي. لا أحد يدري ما السبب، لكن السبب واضح، أنه في إصابات بالكوفيد 19 أكثر بكثير ما هو معلن. وما ينطبق على اليمن، ينطبق على العديد من دولنا العربية، من سوريا، العراق، فلسطين التي ترزح تحت الاحتلال منذ أكثر من 50 عام، مع التبعات التي تترتب على هذا الاحتلال من ناحية التنمية البشرية، ليبيا والصومال، وحديثاً هناك أزمات نراها داخل حتى الدول المتوسطة الدخل مثل لبنان، والأزمة التي تعصف بلبنان والجزائر، وما شهدناه مؤخراً في السودان.
أي أن العالم العربي بمعظمه يعيش إما في ظل أزمات ونزاعات مسلحة أو يتأثر بهذه النزاعات. أيضاً إذا نظرنا إلى وضع العالم العربي أو المنطقة العربية ضمن المؤشرات المختلفة، مؤشر التنمية البشرية تحدث عنه زميلي بيدرو، فإذا نظرنا إلى ترتيب الدول العربية ضمن هذا المؤشر نجد مثلاً أنه فقط في 50 دولة الأوائل هناك 5 دول عربية فقط، والأفضل هي في المرتبة 35 اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. 12 دولة من الدول العربية هي في 90 دولة الأخيرة في ترتيبها، وعندنا عدة دول متذيلة لهذا الترتيب. معدل الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية المعدل العام هو أقل من المعدل العالمي للتنمية البشرية. نأخذ مؤشر آخر وهذا يتعلق بالمشروع الذي ينظم هذا السيمينار، اللي هو مؤشر المعرفة العالمي. أيضاً الوضع ليس بأفضل، المؤشر يتناول 136 دولة وهو مؤشر مركب كما هو مؤشر التنمية البشرية، مركب على مؤشرات تتعلق بالتعليم والابتكار والبيئة الاقتصادية إلى آخره، ونجد أن 4 دول عربية فقط في 50 دولة الأولى في المؤشر، بينما 10 دول أخرى هي في 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 المراتب المتدنية. ونفس الحال ينطبق على مؤشرات أخرى مثل مؤشر الشفافية الذي يتعلق بالفساد، مؤشرات التي تتعلق بالمرأة والفوارق بين الجنسين. بما انكم معظمكم شباب في هذا اللقاء، يعني هناك ايضا مؤشرات مقلقه بالنسبه لوضع الشباب العرب. هناك 110 شاب وشابه في الوطن العربي ما بين سن 25 الى 29 عام، 25 مليون منهم خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب، ولدينا في العالم العربي أعلى نسبة من البطالة بين الشباب تصل إلى 23%، وعندما نأخذ الشابات فالنسبة تزداد إلى حتى 42% من العرب. جاءت جائحة كورونا وكما قلت زادت الطين بلة، وأصبحنا أمام أزمة مركبة أو أزمة داخل أزمة. بعض المؤشرات السريعة طبعاً النتائج وانعكاسات هذه الأزمة لم تتوضح بعد، والأمور قد تزداد سوءاً. أريد فقط أن أعطيكم بعض المؤشرات البسيطة. 15 مليون فقير جديد في العالم العربي انضموا إلى قائمة الفقر، إلى قائمة الفقر، بحيث أصبح العدد 115 مليون فقير، أي ما يعادل أكثر من 26% من سكان المنطقة العربية. 6 ملايين فقدوا عملهم وانضموا إلى قافلة العاطلين عن العمل في المنطقة. نرى أن هناك تزايد في العنف الأسري، تزايد في العنف ضد المرأة. الفجوة الرقمية لن أتطرق إليها، فقد تطرق إليها زميلي بيدرو بالتفاصيل، وهي أمر مهم جدا. أود فقط أن أذكر أن الفجوة الرقمية في العالم العربي حوالي 50%، وهذا رقم كبير، أي
أنه خلال الجائحة 50% من المواطنين في الدول العربية ليس لديهم قدرة على التعلم عن بعد، ليس لديهم لا يقدرون أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية والصحية القائمة على النظم الرقمية. بالنسبة لأعداد الإصابات، بالنسبة للأعداد الكلية للإصابات، عندنا حوالي في العالم العربي 350 ألف إصابة حتى الآن، معظمها تتركز في دول الخليج العربي والدول المنتجة للنفط. أعداد الوفيات أيضاً منخفضة، لكن يجب أن ننظر بحذر شديد إلى هذه الأرقام كلها، كما قلت في الدول وخصوصاً الدول التي تعيش أزمات موضوع الأرقام والإحصائيات والاختبارات يضع علامات استفهام كبيرة على هذه الأرقام. وبعض المؤسسات البحثية عملت موديلينج ونتج عنها أنه في بعض الحالات أنه يجب أن نضرب الأعداد هذه بعشرة في بعض الحالات. الآن سريعاً، لا أريد أن أطيل عليكم كثيراً، سريعاً بالنسبة لاستجابة الـ UNDP للجائحة، منذ بداية هذه الجائحة اتخذت البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على صعيد كل دولة، لأننا نعتقد بأن مواجهة هذه الأزمة بالأساس تتم على الصعيد الوطني، أي على صعيد كل دولة على حدة. ساعدنا الدول من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول هو الاستعداد وتحديداً بالقطاع الصحي، توفير المستلزمات الصحية، تقوية النظم الصحية، الاستجابة، والنقطة المحور الثالث هو التعافي، وهو المحور المهم بوجهة نظري. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ليقود الاستجابة على صعيد الأمم المتحدة، على صعيد كل برامج الأمم المتحدة ومنظماتها على الصعيد الوطني، أن يقود استجابتنا ومساعدة الدول على في ناحيتين. الناحية الأولى هو دراسة وتحليل التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الجائحة على الأوضاع في الدول العربية، وتقديم مقترحات سياسية، يعني مقترحات في مجال السياسات في التصدي لهذه الجائحة. والمحور الثاني هو بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وضع خطط الاستجابة وخطط إعادة البناء والتعافي بالتعاون مع جميع الأطراف بما فيها المجتمع المدني، وطبعاً الحكومات في الأساس، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في هذا المجال. بالطبع يجب ربط أي استجابة أو أي خطة للتعافي بأهداف التنمية البشرية المستدامة. عندنا قناعة أنه لو الدول في السنوات الخمس الماضية، كلكم تعرفون أن تم تبني خطة 2030 قبل خمس سنوات بأهدافها 17 المختلفة، لو تم المضي والتقدم في عملية إنجاز هذه الأهداف، لما كانت آثار هذه الجائحة على الدول العربية وعلى دول العالم بالشكل السلبي الذي نراه حاليا. ولذلك يجب ربط أي عملية إعادة تعافي أو إعادة بناء، يجب ربطها بالأهداف التنمية، ويجب أن تكون مبنية على أساس الاستدامة
آخذين بعين الاعتبار العوامل البيئية، آخذين في عين الاعتبار البنى المؤسساتية، آخذين بعين الاعتبار مواضيع مثل الحوكمة وحكم القانون، سيادة القانون وبناء السلام والتحول الرقمي والابتكار. في النهاية أود أن أقول أن هذه الأزمة المركبة والعميقة التي نعيش فيها تستوجب منا ردود وسياسات وعملية إعادة بناء غير تقليدية. لا يمكن أن نستمر في عالمنا العربي بالحلول التي أثبتت فشلها في السابق. الأزمة عميقة والأزمة كبيرة جدا، والحلول التي كانت مطروحة في السابق لا تنطبق على اليوم. بدون إشراك جميع قطاعات الموجودة في المجتمع، بدون إبداء الاهتمام بالفئات المهمشة وإدماجها في العملية التنموية، لا يمكن أن نصل إلى النتيجة التي نرنو إليها. النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأنماط التي كانت قائمة أثبتت قبل كورونا فشلها، ولذلك نحن ندعو إلى عملية تغيير واسعة وعميقة إذا أردنا أن نخرج من هذه الأزمة. سأتوقف هنا، الموضوع كبير ومتشعب، لكن هذا ما أردت أن أقوله، وأتطلع إلى النقاش والأسئلة. وشكراً. شكراً خالد على المداخلة القيمة، وكما ذكرت إنها فعلاً أزمة بداخل أزمة للأسف، ولكن كلنا أمل وإيمان بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإيجاد الحلول لهذه الأزمة، ونتطلع إلى مرحلة التعافي التام. ونبقى الآن مع أسئلة الجمهور. لدينا سوف أخذ 4 أو 5 أسئلة في البداية، ومن ثم سوف ونرد عليها، ومن ثم سوف أخذ المزيد. لدينا سؤال من باسانت، إنها تسأل: هل سيكون هناك تغيير دائم ومستدام فيما يتعلق بالتعليم التقليدي؟ وأيضا لدينا سؤال آخر من محمد: هل تعتقد أن صناع السياسات يمكنهم أن يبنوا استراتيجياتهم ورؤاهم على الناتج المحلي الإجمالي في تعريفه التقليدي؟ أظن أن هذا السؤال موجه إلى بيدرو. سؤال آخر: هل سيتجه تقرير التنمية البشرية إلى عمل دراسات منفصلة حسب تأثير كورونا على مناطق العالم؟ وأيضا: ماذا يمكن أن يقال عن الصمود والاستجابة في المنطقة العربية؟ هل صانعو السياسة العرب أصبحوا أكثر وعياً؟ هل تعتقد أن الاستجابة كافية؟ ما هي الإجراءات الأخرى التي يجب القيام بها خاصة في المناطق المعرضة للخطر؟ أظن هذا السؤال موجه إلى خالد، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة حتى إلى الآن، وأنتظر وأتطلع إلى الإجابات من خالد وبيدرو. Shall I go, Stephanie? Yes. Pedro يتحدث. شكرا خالد، شكرا ستيفاني. إذن الأسئلة جيدة جدا. هل سيكون هناك تغيرات جذرية تطال التعليم؟ أري أظن أن الأزمة والاستجابة هي فرصة للتفكير ليس فقط في التعليم ولكن في الطب أيضا.
لأن المساعي الطبية كانت أيضا يجب. إذن هذه الفرصة فرصة الالتقاء بكم اليوم لما كان أو هذا الاجتماع لما كان قد تم من دون الجائحة. إذن يجب أن نفكر في الفرص التي تطرحها هذه الجائحة هذه الأزمة, ويجب أن نفكر أيضا بالفرص التي تطرحها الإنترنت أمامنا للاستجابة لتغير المناخي لتعزيز التنمية إلى آخره. وهناك أنشطة عديدة يجب إطلاقها للتقريب بين الأفراد من خلال التعليم. يجب أن نفكر كل هذه الأمور على مستوى الأفراد وعلى مستوى المنظمات والبستان, ولكن مرة أخرى نتحدث عن الاقتصاد الرقمي الذي يطرح فرص, ولكن كل هذه الأمور تتوقف عند إمكانية الوصول إلى الإنترنت. إذا كانت الأسرة تملك حاسوبا واحدا أو كمبيوتر واحدا في المنزل تتشاركه جميع أو كل الأسرة, إذا هذا الأمر سيؤثر على طريقة استفادة الأسرة أو أفراد الأسرة من الإنترنت. إذا في تقرير التنمية البشرية العام 2019 شددنا على أن هناك حاجات جديدة يجب أن تتم الاستجابة لها في القرن 21 مع تشديد على الإنصاف وعلى إحلال التوازن والمستقبل. أظن أن الأزمة ترينا أن الاهتمام بالأشخاص مهم كما الانتباه إلى الاقتصاد. لا يجب التفرقة بين القطاع الصحي وبين الاقتصاد, وهذه الرسالة كانت واضحة من الأمين العام للأمم المتحدة من منظور التنمية المستدامة. الأمر واضح جدا لأن الاقتصاد ليس قيمة مضافة, ولكن الاقتصاد مهم لحياة الناس وللتنمية. إذا يجب ترتيب الأولويات في الاستجابة في هذه الأزمة. إذن يجب اتخاذ تدابير في استدامة معايير المعيشة للشعوب حول العالم. يجب أن نفكر بكيفية التقدم. كما تبعنا نمو إجمالي الناتج المحلي فقط, ولكن يجب علينا أن نأخذ في عين الاعتبار مؤشرات أخرى كمؤشر التنمية البشرية هي أكثر شمولية. إذن الأزمة هي فرصة مهمة للتفكير في إطار التنمية, ويجب الانتباه أيضا إلى الإصلاحات الاقتصادية. إذن فيما يخص الدراسات الجديدة الخاصة بكوفيد-19, نحن ندرس الجائحة في تقرير التنمية البشرية العام 2020 الذي يعالج التحديات التي نشهد عليها في أو نشهدها في الكوكب. إذن حتى ولو كان العلوم تعطينا وسائل أكيدة أو ليست بالكامل أكيدة عن هذه الجائحة, يجب علينا التفكير أيضا بالضغط الذي نمارسه على البيئة بحد ذاتها. من هذا المنطلق أنا التفكير يجب أن يأخذ في الاعتبار المحركات الأخرى لعالمنا من هذه الأزمة, كما يجب التفكير بالمحركات التي تقوّب استجاباتنا. شكراً بيدرو. ننتقل إلى خالد الآن. أولاً بالنسبة للسؤال المتعلق بالدراسات, نعم نحن الآن بصدد
إنجاز دراسة سريعة على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على صعيد الوطن العربي، ونأمل بإنجازها خلال الأسبوعين القادمين ونشرها مع بعض التوصيات بالنسبة للسياسات المختلفة. وفي نفس الوقت بعدها مباشرة سنبدأ بدراسة أكثر تعمقاً بمشاركة باحثين في المجالات المختلفة، وسيتم إنجازها على مدى الثلاثة أشهر القادمة، والتي ستحتوي على تحليل أعمق وأيضاً توصيات محددة أكثر بالنسبة للسياسات. بالنسبة للنوعية أو مدى الاستجابة في المنطقة العربية، طبعاً الاستجابة تختلف من دولة إلى أخرى، ونحن في المنطقة العربية كما تعلمون عندنا دول غنية، الدول المصدرة للنفط أو دول مجلس التعاون الخليجي، وعندنا مجموعة كبيرة من الدول في أزمات مسلحة وأزمات ونزاعات مسلحة، وعندنا الدول التي نطلق عليها الدول ذات الدخل المتوسط اللي منها الأردن والمغرب ومصر وغيرها. وبالتالي الاستجابة كانت مختلفة من دولة إلى أخرى. ما أود أن أقوله أن هذه الجائحة كشفت عن ثغرات كبيرة موجودة في النظم القائمة في هذه الدول العربية، وبالتحديد في مجال الحماية الاجتماعية. يعني الدولة تستطيع أن تأخذ قرارات بالإغلاق الشامل إذا كانت تملك الإمكانيات والنظم لحماية الناس، وتقدم لهم الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة. بعض الدول العربية لم تقدر على فرض هذه الإجراءات لأن نظم الحماية الاجتماعية عندها غير موجودة. يعني دولة مثل اليمن مثلا أو دولة مثل سوريا كيف يمكنها أن تضع مثل هذه الأشياء إذا كان معظم الناس لا يوجد فيها شبكات حماية اجتماعية، وأيضا معظم الناس يعتمدون على شغلهم اليومي لكسب قوتهم. عامل آخر أنه عدد كبير، يعني نسبة الاقتصاد الغير رسمي الانفورمال سيكتور في العالم العربي كبيرة جدا كبيرة جدا، وبالتالي كل هذه الانفورمال ايكونومي أو الاقتصاد الغير رسمي هي خارج إطار الحماية الاجتماعية. كل الناس العاملين هناك لا يملكون ضمان اجتماعي، لا يملكون تأمين صحي، لا يملكون بدل بطالة، كل هذه الأمور غير موجودة. وبالتالي هذه الجائحة وهذه الأزمة ستعلمنا الكثير من الدروس في مجال ضرورة الحماية الاجتماعية، وتحديداً للفئات المهمشة في بلداننا العربية. شكراً. شكراً خالد وشكراً بيدرو. نظراً لضيق الوقت والانشغالات المتحدثين سوف لن نأخذ المزيد من الأسئلة، وسنبقى الآن مع مداخلة من هاني تركي مدير مشروع المعرفة، فليتفضل. مشكوراً. هاني شكراً خالد وبدرو على النقاشات اللي كتير من الشباب بيكتبوا لي على الواتساب دلوقتي ان هم قد ما هم كانوا محتاجين المعلومات دي يسمعوها من الخبراء من برنامج المتحدة الإبمائي، كمان قد ايه هم مبسوطين من اللغة اللي تم التحدث بيها وبساطتها والطريقة السهلة لتوصيل المعلومة ليهم، لان في كتير من الامور كانوا بيسمعوها بدون فهم واضح لخلفيتها. إحنا في مشروع المعرفة بنؤمن إن المعرفة والتنمية وجهان لعملة واحدة، بنهدف لبناء رأس المال البشري اللي هو محوره الشباب. الأزمة اللي حصلت بسبب أزمة كورونا
إعادة تشكيل أنماط التفكير وترتيب الأولويات للجميع، وهو في نفس الوقت اختبار للجميع على مدى قدرته على إعادة التفكير وترتيب الأولويات. ويمكن وأظن أن الـ UNDP وعلى الرغم من كبر حجمه أنه من أكبر المنظمات الدولية على مستوى العالم، إنما قدر ينجح بمرونة كبيرة أنه يعيد ترتيب أولوياته، وأنه هو إزاي قدر كمان بمزيد من النجاح عنده أنه هو قدر أنه هو أو حيقدر أنه هو يساعد الكثير من الدول في إعادة البناء. وده يمكن اللي وضح أكتر من مداخلة خالد وبدرو من خلال الدراسات، من خلال المقترحات اللي حتتم بمساعدة الدول العربية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخبراء. يمكن عايز أختم إن إحنا في مشروع المعرفة منذ عام 2017 بنحذر من هذه المشكلة، وخاصة إن في مؤشر المعرفة أوضح إن من أقل القطاعات اللي موجودة على مستوى المؤشر قطاع البحث والتطوير والابتكار. القطاع ده هو يمكن كان المتوسط بتاعه على مستوى العالم على مدار الثلاث سنين حوالي 27، في حين إن بقية القطاعات بتتراوح من 40 إلى 50 ويمكن 56، وده كان بيؤدي إلى انخفاض المؤشر على مستوى دول العالم جميعاً. المشكلة كانت واضحة من زمان زي ما قال خالد، بس كانت الدول مش واخدة بالها من هذا الموضوع، أو إنها مش قادرة تاخد خطوات جدية لمعالجة مشكلة البحث والتطوير والابتكار، اللي أنا بعتقد إن إحنا كعالم كله وكمنطقة عربية عانينا أكتر من أزمة كورونا بسبب ضعف البحث والتطوير والابتكار وعدم الوصول إلى نتائج جيدة في القطاعات المختلفة. في النهاية أنا بشكر خالد وبشكر بدرو على المعلومات القيمة اللي إحنا كلنا استفدنا بيها، وبشكر الشباب اللي حضر، وإن شاء الله نستمر في ويبينارات تانية تفيد برضو الشباب وفي حاجات تخصهم. أحب في النهاية أشكر أصفر حسين من UNDP باكستان، وإلي المصمم بتاعنا، وإلي المترجم اللي هم، وبشكر الاونلاين فالنتيرنج اللي هم قدموا لنا الترجمه والديزاينز اللي موجودين معانا، وهم برضو من واحد من شباب الوطن العربي واخر من شباب UNDP. شكرا كتير ليهم، وشكرا لاونلاين فالنتيرنج اللي ساعدونا في الورشه دي. ختاما شكرا للجميع، شكرا خالد وشكرا بدرو، وان شاء الله نلتقي في ويبينارات جايه كتير ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا. شكرا. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye.